ليه الكابتن فتحي مبروك هو دايما راجل المواقف الصعبه بس المؤقته وليست الدائمه؟ والله بس انا احترم دايما كره مجلس الاداره، احترم دايما لجنه كوره اذا كانت لجنه كوره بترشح الكابتن فتحي مبروك لقياده الفرقه في مرحله معينه، بحترم جدا هذا القرار لان هم بيبقوا مسبقا قايلين هتشتغل شهر، هتشتغل شهرين، هتشتغل اسبوعين، وهيجيبوا مدرب اجنبي، وانا برحب بكده لان انا اتربيت في النادي الاهلي وعشق للنادي الاهلي، ودائما في اي بوزيشن للنادي الاهلي انا بقبله. يعني الولايه الاولى كانت بعد رحيل بومفرير وبعد هزيمه قاسيه جدا النادي الاهلي بيخسر الدوري في الجوله الاخيره قدام انبي، حضرتك جيت استلمت الفرقه في ظروف صعبه على الاقل نفسيا وقدتهم للفوز بكاس مصر. هو طبعا انا معاك يا مهاب، يمكن هي العامل النفسي مهم جدا، ان انا هيئت اللعيبه نفسيا قبل فنيا، هيئت اللعيبه كويس جدا جدا، ان النادي الاهلي ما يطلعش من البطولات دي غير ما بيكسب بطوله. فاتمنى ان بطوله كاس مصر ان احنا ناخدها، وخصوصا بعد خساره الدوري العام ان احنا بطوله كاس مصر دي لازم ناخدها. فاللعيبه كانت مهيئه نفسيا كويس جدا، تعاملت برضو معاهم باسلوب فني كويس جدا، برضو اديت لعيبه ثقه والحمد الحمد لله، وقدرت افوز بمنتخب مصر على الاسماعيلي في ضربات الجزاء الترجيحيه. بالرجوع لدوري 2003 ده بومفرير في حوار قريب معانا هنا في الجول كان قال ان كان في ناس تعمدت ان هي تضيع الدوري من النادي الاهلي، حضرتك رايك في التصريح ده؟ لا لا لا، ما فيش حد يتعمد. اصل النهارده مصلحه اللعيب ايه؟ مصلحه اللعيب النهارده بيتقاضى مكافئات، مصلحه اللعيب النهارده ان انت ممكن تأيده مصلحة. مش من الفريق، طرف خارجي يعني، يعني الناس مسؤوله كانت عمدت ان هي تضيع الدوري من النادي الاهلي. لا لا لا، اشك في هذا الكلام، لو في مسؤولين استحاله مسؤولين في النادي الاهلي يفكروا في هذا التفكير ابدا ابدا ابدا. هو ضاع منه هو، ده شيء تاني مش تمام. طبعا حضرتك حققت بطولات كتير مع النادي الاهلي كلاعب، يمكن اول بطوله تحققها كمدرب زي ما قلت حضرتك كانت جايه في ظروف صعبه، كان احساسها ايه ساعتها؟ البطوله طبعا كانت كاس مصر زي ما قلت لك، ودي كانت بعد يمكن مشوار فقدان طبعا بطوله الدوري العام، ولكن النادي الاهلي في هذه الفتره زي ما قلت لك ركز وقدر ياخد بطوله الكاس، ودي كنت سعيد جدا جدا ان اول مره اخد بطوله كبيره مع النادي الاهلي. بيمشي الكابتن فتحي مبروك وتمر السنين ويجي الكابتن فتحي مبروك مره تانية ويقود النادي الاهلي للفوز بالدوري في ظروف صعبه جدا، ودوره رباعيه ودوري مجموعتين وبجيل كله شباب، فاكيد البطوله دي كان لها واقع تاني عند حضرتك وعند جمهور النادي الاهلي، وكان لها اجواء خاصه خصوصا ان انت في الاخر انت بتلعب 3 ماتشات بتصفي في الاخر مع الزمالك وبتروجيت وسموحه. سموحه مظبوط. ف يعني احكي لنا حضرتك على اجواء الماتشات دي بالذات، خصوصا ماتش الزمالك، حضرتك بتكسب نادي الزمالك وبتلعب لاول مره رمضان صبحي وكريم بامبو اساسيين، يعني كان ايه اجواء الماتش؟ لا هي كانت الفتره دي صعبه جدا، الفتره دي كانت صعبه جدا زي ما قلت لك، ان انا برضو يمكن قدرت من خلال التعامل النفسي ومن خلال التعامل الفني مع اللعيبه ومن خلال ثقه اللعيبه في قياده فتحي مبروك للفرقه، يمكن برضو لعبت زي ما انت قلت رمضان صبحي وكريم بامبو وكان بعض الناشئين لعبوا، وكانت اللعيبه دي عندها دافع كبير جدا ان تاخد الدوري، وكانت مجموعه صعبه جدا لو تفتكر الزمالك وسموحه وبتروجيت، فالحمد لله قدرت اتخطى هذه الامور، والحمد لله ان انا فزت بهذا الدوري بعد يمكن مشقه كبيره جدا، وانا كنت يمكن في منتهى القلق واللعيبه كانت قلقانه جدا ان بطوله الدوري ممكن تروح منهم، ولكن اللعيبه كان عندها اصرار في هذه الفتره، اصرار كبير جدا ان تاخد هذه البطوله. الولايه الثالثه والاخيره مع النادي الاهلي في 2017، حضرتك جيت بعد رحيل جريدو والدوري راح من النادي الاهلي، فحضرتك جيت كملت نص الثاني وفزت على نادي الزمالك وكانت امور ماشيه تمام، واعتقد ان المهندس محمود طاهر كان جدد الثقه في حضرتك ان انت مكمل مع الفرقه. مره واحده النادي الاهلي بيخسر فاينل كاس مصر من نادي الزمالك وبيخرج من بطوله افريقيا قدام اورلاندو بايرتس كاس الاتحاد الافريقي الكونفدراليه. اشمعنى الولايه الثالثه بالذات دي اللي حصل فيها مشاكل؟ حضرتك كنت في الاخر بتيجي من الباب الكبير بتحقق بطوله وبتمشي امس عليكم تحت ظروف. كل بطوله ليها ظروف، يعني كنت البطوله ليها ظروف. انا فاكر ماتش الزمالك كسبونا 1-0 نتهيألي برضه 2-0 2-0 في بطوله الكاس، وطبعا اورلاندو احنا خسرنا منه يمكن اللعيبه ما كانتش مركزه قوي، وخصوصا دفاعيا ما كانوش مركزين قوي فخسرنا هذه البطوله، ولكن في ناس كتير بقى طلعت قالت لك اللعيبه مش عارف ايه بتتامر، واللعيبه عمر اللعيب ما يتامر على النادي الاهلي استحاله، يعني بقول لك بكررها. يعني هل كان في مشاكل بين حضرتك وبين اللعيبه الكبار مثلا؟ استحاله ما حصل استحاله، والحمد لله زي ما قلت لك طلعت الامور، وطلع كلام بقى ان فتحي اللعيبه اتامرت ومش اتامرت وكلام من ده، انا بعيد عن الكلام ده وبعيد عن اللعيبه. حضرتك فعلا ما رديتش على الكلام ده؟ انا ما رديتش على الكلام ده لان زي ما قلت لك اللعيبه بتبقى بعيده جدا، ده اللعيبه بتبقى حزينه ان بتخسر بطوله، يعني بتخسر خسوب بطوله ويجي يقول لك اللعيبه قال وقال وعاد. لا لا، ولا انا اتكلمت ولا كان ليا تصريحات ساعتها
انا كل اللي انا عملته ان انا خلاص فضلت السكوت ان انا ما اتكلمش عن هذا الموضوع. حضرتك بتيجي في ولايتين كل فتره فيها اصعب من التاني، ومش بس يعني بتخلي اللعيبه ترجعها من الفورم، لا انت حضرتك بتحقق بطوله. مفيش مره سالت اللي هو طب ليه دايما بيكون في الاخر ان انا هو بيجي عشان يحقق بطوله بعد كده نجيب نفكر في الاجنبي؟ ليه دايما بيكون التفكير للادارات في الاجنبي مش المصري؟ لا والله انا كنت اتمنى، انا كنت بتمنى ان انا استمر، ولكن زي ما قلت لك هو بيبقى قرار مجلس اداره وقرار لجنه الكوره، وانا بحترم جدا جدا اذا كان بيقول لك ان فتره معينه خلاص انا بحترم الحته دي، ولكن بيبقى عندك هدف بقى ان انت تاخد بطوله بتحط في السي في بتاعتك، بتبقى حاجه كويسه جدا في السي في بتاعتك يعني.